أبو بكر الرازي طبيب لن يحدثك عنه الغرب. بعد تطور المعرفة الطبية منذ العصر النبوي والأموي وحتى بواكير العصر العباسي في منتصف القرن الثاني الهجري، كلل الخليفة العباسي المأمون هذه المعرفة بإنشاء دار الحكمة التي اهتم فيها بترجمة العلوم اليونانية كالفلسفة والطب والرياضيات وغيرها إلى العربية، مما كان دافعا لظهور شخصيات وعلماء عظام في ذلك العصر. الرازي الطبيب الفيلسوف ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري التاسع ميلادي واحدا من أهم وأعظم أطباء الحضارة الإسلامية في القرون الأربع الأولى. هذا الطبيب هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. ولد الرازي بالري بالقرب من طهران سنة 1250 هجري الموافق ل864 ميلادي. توفي في بغداد في شعبان سنة 313 هجري الموافق ل925 ميلادي. نشأ الرازي محبا للعلم مشهورا بالذكاء والفطنة، وقد شهد عددا من المستشرقين الغربيين ببراعة الرازي ودائما ما يصفونه بالرازس. قال عنه ستابلتون الإنجليزي بأنه بقي بلا ند حتى بزوغ فجر العلم الحديث بأوروبا. وعلقت مدرسة الطب بباريس صورة ملونة للرازي إلى جانب ابن سينا وابن رشد، وخصصت جامعة برينستون الأمريكية أفخم ناحية في أجمل مبانيها لعرض مآثره. ومن قبل وصفه مؤرخ الطب في الحضارة العربية بذات الأوصاف، قال فيه القفطي في كتابه تاريخ الحكماء: محمد بن زكريا أبو بكر الرازي طبيب المسلمين غير مدافع وأحد المشهورين في علم المنطق والهندسة وغيرهما من علوم الفلسفة. فماذا فعل الرجل في مجال الطب منذ 1000 عام ليستحق هذه المكانة المرموقة حتى اليوم؟ من المفارقات أن الرازي تعلم الطب كبيرا وهو في العقد الثالث من عمره، فحين دخل بغداد قادما من الري زار أهم بيمارستاناتها حينذاك، البيمارستان العضدي الذي بناه عضد الدولة البويهي في القرن الثالث الهجري، وفيه سأل عن الأدوية ورأى بعض الحالات المرضية الغريبة التي شاهد أثناءها مناقشات الأطباء ومقترحاتهم. درس الرازي الطب وعمل في بيمارستان ببلده الري، وجاء إلى بغداد ثم أشرف على بناء البيمارستان العضدي. وفي قصة بناء هذا المستشفى الكبير في بغداد ما يدلل على ذكاء الرازي، حيث سأله عضد الدولة الأمير البويهي عن أفضل المواضع لبناء هذا المستشفى، فأمر الرازي بعض الغلمان أن يعلق في كل ناحية من جانبي بغداد شقة لحم، ثم اعتبر الذي لم يتغير فيها اللحم بسرعة فأشار بأن يبنى في تلك الناحية، وهو الموضع الذي بني فيه البيمارستان. وهذا دليل على ذكاء الرازي، فهذا المكان كان أفضل مواضع بغداد في نقاء الهواء وجودته واعتداله، وهي عوامل غاية في الأهمية لعلاج المرضى أصحاب المناعات الضعيفة. لم يكتفي عضد الدولة بهذا، فحين فرغ من بناء البيمارستان أراد أن يعين له رئيسا حاذقا بالطب ومعرفته له خبرة واسعة بمجالاته، فجمع أمهر أطباء بغداد فكانوا 100، منهم أبو بكر الرازي، فاختبرهم واختار منهم 50 فكان منهم الرازي، ثم اختبرهم واقتصر على 10 فكان منهم الرازي، ثم اختار 3 من 10 فكان منهم الرازي، ثم إنه ميز بينهم فبان له أن الرازي أفضلهم، فعينه ساعور أي مديرا ورئيسا لأطباء البيمارستان العضدي. ومما يدل على ذكائه أن غلاما من بغداد قدم الري وكان ينفث الدم من فمه ولا يعرف مرضه، وكان لحقه ذلك في طريقه، فاستدعي أبو بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق صاحب الكتب المصنفة، فأراه ما ينفث ووصف ما له، فأخذ الرازي مجسه ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به، فلم يقم له دليل على أنه مريض سل ولا قرحة ولم يعرف العلة، واستنظر الرجل لينظر في الأمر، فقامت على العليل القيامة وقال: هذا أيأس لي من الحياة لحذق الطبيب وجهله بالعلة. فازداد ما به من الألم، فعاد الرازي إلى المريض فسأله عن المياه التي شربها في طريقه، فأخبر أنه شرب من مستنقعات وصهاريج، فعلم الرازي بشدة ذكائه أن علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته،
وأن ذلك الدم من فعلتها. وقال له: إذا كان في غد جئتك فعالجتك ولم أنصرف حتى تبرأ، ولكن بشرط إن تأمر غلمانك أن يطيعوني فيك لما آمرهم. فقال: نعم. فانصرف الرازي فجمع ملء وعاءين كبيرين من الطحالب فأحضرهما في غد معه، فأراه إياهما وقال له: ابلع. فقال: لا أستطيع. فقال للغلمان: خذوه فأنيموه. ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه، وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه شديدا ويسأله ببلعه ويهدده بأن يضرب، إلى أن أبلعه كارها أحد الوعاءين بأكمله، والرجل يستغيث فلا ينفعه مع الرازي شيء، إلى أن قال المريض: الساعة اقذف، أي القيء. فزاد الرازي ما يكبسه في حلقه فذرعه القيء فقذف. فتأمل الرازي قذفه فإذا فيه علقة وهي إحدى الديدان الكبيرة. وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه لتتغذى عليه وتركت موضعها والتفت على الطحلب ونهض المريض معافى. علوم الرازي: ترك الرازي مؤلفات كثيرة ما بين رسائل وكتب في كافة مواضيع العلوم الطبية في عصره، فمثلا كتابه عن الجذري والحصبة يعد الأشهر من بين جميع أعماله الأخرى، وفيه يظهر الرازي اهتمامه بعلم المداوات ويتباين تعمقه فيه بوضوح صمت المقالات الهلنسيتية والبيزنطية التي وصلتنا حيال هذا الموضوع، وألحق أن الجذري حتى العصر الحديث سبب من أسباب العمى في العالم العربي، فتعقيداته الأكثر شيوعا هي الندبات القرنية وإتلاف القرنية بسبب البثارات. يقول الرازي في كتابه الحاوي في الطب عن علاج الجذري: إذا بدت أمارات الجذري فابدأ بالفصد، وإن لم يتمكن فالحجامة إن كانت القوة ضعيفة، وإذا خرج فاسق ماء الشعير فاسقي ماء الشعير مع عدس مقشر مطبوخ قبل أن يظهر في العين جذري، فقطر فيها ماء ورد قد أنقع فيه سماق أو ماء شحم الرمان، فإن ظهر في العين جذري فقطر فيه كحلا قد حككته بماء الكزبرة الرطبة أو بماء كزبرة يابسة قد طبخت بماء المطر، واسقه طبيخ الملك والعدس والتين ليسرع الخروج، ولا تغذه بفروج ولا بغيره مما يشبهه حتى تبطل الحمى البتة ويخفى الجدري، واجعل غذاءه الماش والعدس والبقول. لم ينسى الرازي أن يكتب في أخلاقيات مهنة الطب، فكتب في ذلك رسالته المهمة أخلاق الطبيب، ناصحا الأطباء قائلا: اعلم أنه من أصعب الأشياء للطبيب خدمة الأمراء ومعالجة المترفين والنساء، فإن الطبيب الحر السيرة الذاتية إذا اشتغل بصناعته وحفظ الخاصة والعامة فإنه يعيش بخير ويكون عليهم أميرا، وإذا توسم بخدمة الملوك ربما صار بخدمتهم أميرا، لا سيما إن كان المالك عاميا. وهي نصيحة ذهبية في أخلاقيات مهنة الطب دونها الرازي قبل 1000 عام. قال لنا ريتشارد والزر أحد أهم مؤرخي الفلسفة العربية رأيه في الرازي قائلا: إننا نشعر عند قراءة كل سطر كتبه الرازي بأننا أمام فكر عال ورجل يعرف قدره الخاص دون أن يؤدي به ذلك إلى الغرور، وهو لا يحسب نفسه أدنى مستوى لا في الفلسفة ولا في الطب، وحسب رأيه ليس بالإمكان التفوق على سقراط أو أفلاطون أو أرسطوطاليس أو أبوقراط أو غالينوس، لكنه لا يتردد في تغيير استنتاجاتهم الفلسفية عندما يشعر بأنه قد تجاوزها معرفة، كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجموعة العلوم الطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بواسطة أبحاثه وملاحظاته الشخصية. ففي كل مرة عندما كان يدرس مرضا خاص كان يبدأ بتلخيص جميع المعطيات التي يستطيع الحصول عليها حول هذا الموضوع من المصادر اليونانية والهندية المتوفرة في الترجمات العربية ومن أعمال الأطباء العرب المحدثين، ولم يكن يفوته أبدا إضافة رأيه الخاص أو حكمه الشخصي، ولم يكن يعترف بكفاءة أي شخصية استنادا إلى شهرتها فقط. نعم، تطور الطب بعد الرازي في القرن الرابع والخامس هجري تطورا لافتا،
وتمكن العرب من إضافة عناصر جديدة إلى الأدوية والعقاقير مثل العنبر والكافور والقرنفل والزئبق والمر، كما أدخلوا في الأبنية مستحضرات طبية جديدة منها أنواع الشراب والحلاب وماء الورد وما إليها. وكان من أهم الأعمال التجارية بين إيطاليا والشرق الأدنى استيراد العقاقير العربية، وكان المسلمون أول من أنشأ مخازن الأدوية والصيدليات، وهم الذين أنشأوا أول مدرسة للصيدلة وكتبوا الرسائل العظيمة في علم الأقرباذين وهو علم الأدوية. وكان الأطباء المسلمون عظيمي التحمس في دعوتها إلى الاستحمام، وخاصة عند الإصابة بالحميات، وإلى استخدام حمام البخار، ولا يكاد الطب الحديث يزيد شيئا على ما وصفوه من العلاج للجذر والحصبة، وقد استخدموا التخدير بالاستنشاق في بعض العمليات الجراحية كما يصف مؤرخ الحضارة والدي وارنت. وهكذا لم تكد تنقضي القرون الأربعة الأولى من عمر الإسلام حتى رأينا في الحضارة العربية الإسلامية تطور العلوم والمعارف الطبية تطورا مذهلا في المجالين النظري والعملي على السواء.